من أكبر التحديات اليوم في الغرف الافتراضية في التعلم عن بعد هي مشاركة الطالب خلال الغرفة الافتراضية. ما في وسائل حاليا بتزيد تفاعل الطالب مع الغرفة الافتراضية ومع المعلم. عادة بتكون محاضرة، المعلم عم بيلقي المعلومة وممكن يسأل سؤال لطالب أو طالبين. لكن اليوم في تكنولوجيا اسمها كيت سولوشنز، وهاي التكنولوجيا بترفع من تفاعلية الطالب وبتسمح للمعلم يتصرف مع الطلاب من خلال الغرفة الافتراضية زي أكنه عم بيعمل تمارين داخل الغرفة العادية اللي هو متعود عليها. كل طالب بيكون معه قلم من كيت ومعاه دفتر كمان من كيت، والقلم مشبوك عن طريق البلوتوث مع الكمبيوتر، والطالب بيستقبل أسئلة من المعلم وبقوم بحل هاي الأسئلة باستخدام القلم والدفتر زي ما بيعمل داخل الغرفة الصفية، وكل إشي بيشتغله ببين على الشاشة عند المعلم. فأنا كمعلم ممكن أحط سؤال وكل طلابي يجاوبوا عليه، وهم عم بيجاوبوا عليه أنا شايف بالضبط كل طالب كيف عم بيجاوب، وبقدر أساعده وأعطيه تغذية راجعة. ومش بس هيك، كل الشغل اللي كتبه الطالب بتم تخزينه، وبقدر أحضر هذه الكتابة كلياتها أنا كمعلم بأي وقت بدي إياه. طبعا ما بيقتصر شغل كيت على الغرف الافتراضية وزيادة التفاعل من خلال كتابة الطالب، لكن في عندهم كمان قسم للامتحانات، والبرنامج اللي بيختص بالامتحانات بيخلي الطالب طبعا يستخدم القلم والدفتر في حل الأسئلة. وبنفس الوقت أنا كبرنامج بقوم بتحليل كل كتابة الطلاب، بستخدم الذكاء الاصطناعي لإعطاء إرشادات للمعلم عشان يقدر يعمل تفريد بالتعليم ويقدر يخلي كل طالب يوصل لأعلى مستوى من مستويات التعلم. هاي التكنولوجيا متوفرة صارت في الوطن العربي، وإذا عندكم أي سؤال إحنا موجودين للمساعدة. شكرا لكم.